كلميني على العيله، كلميني الاسره بقى، حد عندك مهتم بالموسيقى؟ مين بقى؟ انا مامتي يعني هي مغنيه اوبرا ومغنيه كمان شرقي واستاذه في الكونسرفاتوار. اسمها ايه؟ نسرين رشدي. طبعا اسمه معروف. بس وبابي برضو يعني هو اللي علمني الشعر واستاذ في فنون مسرحيه عشان كده مخارج الالفاظ سليمه وبتنطق اللغة العربية حتى الفصحى سليمة، لأنه جيلك ده كله اللغة العربية عنده مكسرة. يعني مامتك ساعدتك إزاي؟ يعني هو الأساس مامتي، يعني أنا كبرت يعني من وأنا صغيرة قوي قوي أنا كنت بسمعها بتغني، ودايما في موسيقى في البيت بشوفها في حفلات بتغني إزاي، على طول في أنواع موسيقى مختلفة، فيعني من غير مامتي اكيد ما كنتش هبقى بغني يعني اكيد. هي يعني ساعدتك ازاي؟ يعني مثلا لما ابتديتي تغني كانت بتدربك مثلا؟ طبعا كتير قوي، يعني كنا وقتنا العادي نقعد نغني حاجات مختلفة وتوجهني، شرقي كمان قوي جدا يعني، فانا حبيت يعني الغنى العربي بسببها يعني. ولما بتسمعني بغني بتقولي حاجات يعني على طول، لأن الصوت ده محتاج تدريبات طبعا، محتاج يعني انك انت تظبطي الطبقات وتدريبات بالضبط. فهي اللي بتدربك. ايوه طبعا. طب ده شيء عظيم.